وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل من ميناء أبو سمبل النهرية. محمود، بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك الآن. نعم، بعد التحية، كل ما ذكرتموه من المبادرات المتعلقة بجامعة التي وصلت إلى جامعة الدول العربية أو حتى إمكانية عودة المباحثات فيما يتعلق بالهدنة في المملكة العربية السعودية هو ما يعول عليه الشعب السوداني الذي يتوافد عبر معبري قسطل وأرقين وميناء أبو سمبل، لأن هذه المبادرات يعني تهدف إلى وقف إطلاق النار أو وقف الاشتباكات في السودان، فبالتالي يتمكن أو تتمكن عدد من الأسر السودانية في الخروج من السودان والمجيء إلى مصر حيث المنطقة الهادئة والآمنة، وأيضا يمكن عدد من المساعدات في الدخول إلى السودان، لأنه كما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي يجد صعوبة في دخول بعض المساعدات، وهو يستهدف الوصول إلى أكثر من 500 ألف داخل السودان في حالة أن تسمح الحالة الأمنية بذلك. فبالتالي كل الآمال معلقة على هذه المبادرات وهذه الهدنة يعني يتمكنوا من دخول عدد كبير من المساعدات. أما الوضع هنا في ميناء أبو سمبل النهري هو التوافد المستمر لعدد كبير من الحافلات التي تنقل السودانيين، وصلوا بالفعل منذ قليل إلى ميناء أبو سمبل النهري، يصلون عبر معبر قسطل وأيضا معبر أرقين، وسط تقديم كل الخدمات لهم. أيضا الصورة الأبرز التي لاحظناها اليوم عدد كبير من الشاحنات الثقيلة، ودائما ما نؤكد على هذه الصورة لأن هذه الصورة هي الأبرز في هذه الفترة، خاصة مع ازدياد أعداد الوافدين، فبالتالي يكون هناك ازدياد في حجم المساعدات والدعم الذي يقدم والذي لا ينقطع سواء في معبر قسطل أو أرقين أو حتى هنا في مدينة أبو سمبل وميناء أبو سمبل النهري، فيما يتعلق بوجود سيارات الإسعاف، وجود بعض الوجبات، وجود المياه أيضا النظيفة وأيضا الحقائب النظافة الشخصية، فبالتالي كل هذه الخدمات لا تنقطع وتتواصل بصفة مستمرة وتزداد أيضا حركة التجارة المتبادلة بين البلدين، فبالتالي هناك ازدياد في أعداد الوافدين وأيضا يتمتعون بكل الخدمات الموجودة، خاصة الخدمات الصحية الموجودة هنا في مستشفى أبو سمبل الدولي أو حتى في مستشفى أسوان، بالإضافة إلى مستشفيات جامعة أسوان التي تقدم كل خدماتها للوافدين السودانيين سواء يتعلق بالحجز في العناية المركزة أو إجراء بعض العمليات الجراحية أو إرسال بعض القوافل الطبية الخاصة من مستشفيات جامعة أسوان إلى معبر قسطل وأرقين لإجراء الكشف الطبي على الوافدين السودانيين، خاصة أن كان هناك قافلة وقعت الكشف الطبي على 895 حالة وصلوا بالفعل في معبر قسطل، بالإضافة إلى 74 حالة وصلوا إلى العناية وتم إجراء عمليات جراحية لهم داخل مستشفيات جامعة أسوان، فبالتالي كل الخدمات تقدم مع وجود أيضا قوافل غذائية في كل الأماكن التي يتواجد بها السودانيون. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل.